خلونا نروح لأول جزء معانا النهاردة ونبدأ في الخبر التكنولوجي. الخبر اللي معانا النهاردة هو ان جوي يو اي في وهي الشركة اللي بتشتغل في طيارات بدون طيار اطلقت منتج جديد جو اس سي 800. المنتج ده عبارة عن درون جاي بمنصة اطلاق بتاعته بيطير لمدة 180 دقيقة من غير ما يتشحن ومتوصل بنظام جي كلاود وده النظام الخاص بيهم اللي فيه بيتم بقى نقل معلومات كاملة عن اتجاه الرياح وحدتها وبيتم التواصل مع درونز المختلفة حاجة كده زي برج مراقبة بيتم التعامل بيها مع الطيارات اللي من النوع ده ده غير برضو انها نفس فكرة تسلا كده سوفت وير اقدر افصل كل عربيات تسلا في العالم مرة واحدة اقدر برضو افصل الطيارات دي مرة واحدة فجي كلاود ده نقدر نقول ان هو الموتور او المحرك للطيارات اللي بدون طيار اللي بتنتجها جو يو اي في. الدرون ده قادر على تصوير مساحات كبيره من الهواء واستخدام الرادار والاي اي لتحليل البيانات اللي بياخدها وعمل تقارير كامله. الدرون ده الهدف الرئيسي منه متابعه اي اخطار بيئيه او متابعه شبكات الكهرباء او المحمول او حاله الطرق او الحرائق وكمان بيتحرك للمساعده في حالات الانقاذ او ايجاد الاشخاص المفقودين. وبعد ما بيخلص المهمه بتاعته بيرجع للقاعده ويهبط لوحده ويبتدي في شحن نفسه ورفع كل المعلومات اللي جمعها لقاعده البيانات. ده بياخدنا لموضوع حلقتنا النهاردة أو الجزء الثاني من فقرتنا اللي هنتكلم فيه عن الفيتول أو الطيارات اللي بتتحرك عن طريق الفيرتيكال تيكينج أوف أند لاندينج اللي قائمة على الصعود أو الهبوط بشكل علوي زي الهليكوبتر والدرون وما شابه. العربيات اللي بتطير فاكرينها لما كانت الناس بتتخيل ان في المستقبل اللي هو سنة 2000 يعني هتبقى موجودة او في 2010 او في 2020 فضل الحلم يتأجل ولكن التكنولوجيا نفسها نقدر نطبقها عادي ولكن الموضوع محتاج تنظيم كبير جدا وهو ده اللي هنفهمه بسبب الفيتول. فالنهاردة هنتكلم عن التكنولوجيا دي اللي هي الفيتول وقد ايه هي اتطورت وقد ايه محتاجة تتطور بشكل اكبر. طب ايه بقى التقنية اللي انت بتقول لنا عليها دي؟ الفيتول اختصارا هي عبارة عن Vertical Takeoff and Landing اي الاقلاع والهبوط العمودي. بتشمل التقنية دي تطوير طائرات قادرة على الاقلاع والهبوط بشكل عمودي زي الطائرات الهوليكوبتر ولكن مع تحسينات كبيرة في الكفاءة والسرعة والاداء. بالنسبة لبقى تطور التقنية دي فبدأت فكرة الطائرات من النوع ده في القرن العشرين خلال فترات الحروب عشان الحاجة لطائرات قادرة على الإقلاع والهبوط في مساحات صغيرة. الطائرات الهليكوبتر كانت الحل الأمثل وقتها ولكنها كانت محدودة جدا في السرعة والمدى. مع تقدم التكنولوجيا بدأت شركات الطيران أو الفضاء في استكشاف إمكانيات جديدة لتحسين الطيارات وظهرت الطيارات الهجينة اللي بتجمع ما بين قدرات الطيارات التقليدية والهليكوبتر وده ادى لظهور نماذج اوليه للطيارات الفيتول اكثر كفاءه. طب ايه بقى التطبيقات اللي بنستخدم فيها الفيتول؟ اول حاجه هي التنقل الحضري. تخيل كده تقدر تنتقل بكل سهوله عن طريق طياره بتترفع من على الارض تنزل مثلا على السطح او تنزل اي مكان مساحته صغيره مش لازم يبقى فيه رانوي ولا اي حاجه وبالتالي بتسهل عمليه الانتقال. تاني حاجه فكره الانتقال السريع ما بين المدن بدل ما نجيب طياره ورانوي ومطار وقصه كبيره لا هي ممكن الطيارات دي تحل الازمه لان صعودها وهبوطها زي ما قلنا في منتهى السلاسه. اما على مستوى الخدمات اللوجستيه فالطيارات دي بتقدر توصل لمناطق نائيه بكل سهوله وبالتالي نقدر نستخدمها في عمليات سواء بقى تنقيب او بحث عن مفقودين او اي ما يعني امور من الامور دي. كمان نقدر ننقل بيها بضائع بسرعه البضائع دي حتى لو كانت يعني مواد قابله للاشتعال او خطيره او ايا كان برضه هيقدر ينقلها بامان وهيبقى افكتيف جدا في النقطه دي. عندك بقى الكوارث الطبيعيه والمشاكل البيئيه وحرائق الغابات وكل الامور دي اكيد الطيارات القائمه على الفيرتيكال تيك اوف اند